فكرة في الفارماكولوجي بتاعنا ده. سيبكم من المكتوب دلوقتي، خلينا في الخطة الأول اللي هي الجديدة بتاعت 35، وهي ملخصها كلامي. نمرة واحد، أنا هيجي لي مريض عنده تشيست بين. مريض عنده إيه يا أولاد؟ تشيست بين. وخصائصه هي خصائص ألم القلب، اللي هو بيكون بيرنينج أو بيكون كومبريشن أو بيكون كراشينج، ويكون ريتروسترنال. يكون ايه يا اولاد؟ وله علاقه بالمجهود. ما بيجي المجهود بيزيد، لما بيستريح بروح، لما بياخد حبات نيتروجليسرين بروح. ريفيرد للليفت ارم او للجو او للنيك او للباك. اه والله اه الراجل ده فعلا انجاين. هشخصه بعدين، انا اعمل له اي سي جي واعمل له اشعات الايكو واعمل له الحاجات الثانيه ولا اشعه النيوكليار، وما يتشخص ان هو ستيبل انجاين. خصائص الاستيبل انجينا زي ما هو موجود عندكم يا اولاد، خصائص الاستيبل انجينا في النص كده، الم يظهر مع المجهود. نمره اثنين، رسم القلب اثناء الريست يعني ما فيش تعب يبقى طبيعي. ما يعمل مجهود، عشان كده بنعمل له حاجه اسمها اكسرسايز تيست. ركبوا عجله كده دراجه يا اولاد، سايكل، واشتغل وهو بيرسم قلب، يقوم يظهر عليه الحاجات، يظهر اس تي سيجمنت ديبريشن. واكتب عندك هنا معلومه ان شاء الله تاخذوا انتوا الاس جي. ديبريشن معنى اسكيميا، الاليفيشن معنى انفاركشن. عارفين انتوا الاس تي؟ الاس تي لو نزلت معناها نقص، لو ارتفعت يبقى في دامج، في دامج يبقى في انفرج. خلاص كده؟ طيب انا شخصت المريض دوت. المهم انت طبعا مش شغلتك دلوقتي التشخيص، ان شاء الله التشخيص تاخده انت في البطنه. انت دلوقتي عايز تعالج، تتعالج ازاي؟ والله حاله ستيبل انجاين. العلاج كالاتي، والله المريض دلوقتي في الاتاك ولا ان بتوين؟ في الاتاك اسمه اكيوت اتاك. عالج المريض بتاع الاستيبل انجينا في الاكوت اتاك. طب ان بتون بتعالجه ليه يا حبيبي؟ ما مستريح اهو. لا بعالجه عشان امنع الريكرنس، امنع البروجريشن بتاع الديسيز. عندي ادويه بتمنع المورتاليتي، عندي ادويه بالاثر سكلورتيك، الليجن نفسه هيتحسن، يبقى انا ممكن ما اعملش العمليه. فهمت يا اولاد؟ فدور البروفيلاكسيس هو ان احنا بنقي من السكند اتاك. اوكي طيب المريض هتعالجه ازاي يا حبيبي؟ نمره واحد، هدي له حبايه نيتروجليسرين، الجرعه نص مللي جرام. خلاص؟ لو ما عنديش نيتروجليسرين ادي له النوع الثاني اسمه ايزوزوربايد داينات 5 مللي جرام. اول مون. كيف اعطيهم له؟ تحت اللسان. طيب كيف رايحه المريض؟ فينو دايليتور، قللت الورك اساسا على الهارت وزودت الايه البلاد فلو. اوكي. هل ياخدها هو واقف ولا قاعد؟ لازم سيتنج، صح يا اولاد؟ ليه؟ بص ممكن يجي له سنكوب ويقع. طيب خلي بالك بقى، احنا بنتكلم عملي بقى، بدانا في الكلينيكال، كلام النظري خلاص فهمت القصه ايه ويشتغلوا ازاي، اطبق بقى. طب المريض يا ابني هيجي له، افرض جاله بدا يدوخ وبدا يجي له تاكيكارديا وبالبيتيشن وهيتعب منك، يعمل ايه؟ الحل نمره واحد، لما اخذ سبيت التابلت، عشان كده ميست السبلينجر روت كده تحت ايديا ما بلعتوش خلاص، اقول له بس لما اخذ حاجه تفاح. قول له تعبان يا ابني وبالبيتيشن وبتاع، قول له طب تف الحبايه، استريح، تف الحبايه خلاص مالهاش لازمه، ادت اللي عليها. واضح يا ولاد الكلام؟ او بلح. الله، واحد يقول هو البلع ينهي الحبايه، نعم. صح بالفيرست باس؟ انت هنا؟ يبقى البلع الحبايه لانها نص مللي، عشان الحبايه تشتغل وتوصل للدم عايز 10، عايز 5، عايز 6، عايز جرعه كبيره. فالنص مللي فهمت الكلام؟ طيب كيف رايحه المريض؟ رايحت له الورك بتاع الهارت، البري لود والافتر لود، وعملت ريديستربيوشن للكولاترال، زودت الكورونا براد فلو، جميل كده. طب اوكي استريح المريض من حبايه واحده، اوكي يبقى دي ستيبل انجين. ما استريحش ادي له كام حب؟ خلي بالكم الخطه بتاعتنا بقى بعد 5 دقائق، لانه الهاف لايف بتاع النيتروجليسرين 5 دقائق. ادي له حبايه كمان، ما استريحش كمان حبايه، ما استريحش ادي على التليفون كول الملك فهد امير سلطان، الحقنا واحد عنده اكيوت كورونا سندروم، لو نزلت لكم الفيديو. واضح الكلام يا اولاد؟ اذا لم يستريح المريض في خلال 3 حبات، كول بليز بسرعه وتقول له. هم اصلا المفروض في الدول المتقدمه، واعتقد هنا عاملين نظام، اللي عنده تشيست بين له اولويه قصوى. ليه؟ لانه معناها ان ما استريحش بعد 3 حبات معناها نص ساعه معناها انفرج، او انستيبل انجين، او ستيم او نون ستيم، يعني حاجه خطر، معناها المورتاليتي عنده زايده، معناها تلحقه بدري. كل ما تلحقه بدري لايف سيفنج، يعني كل ما توديه بعد نص ساعه احسن من ساعه، احسن من ساعتين، احسن. على سبيل المثال هذا هقول لكم اللي عنده اكيوت كورونري سندروم، في خلال ساعتين تعمل له الستنت، بعد ساعتين الستنت مالهاش لازمه. عايز من بدايه التعب الى ما يوصل الملك فهد عايز ساعتين، الى دخول العمليه مش يوصل.
دخول العمليه يعني عشان كده المفروض في اولاد غرفه عمليات مجهزه 24 ساعه بالستنت بالدكاتره بالطاقم طبش وصل على طول مثلا من بره من الشريان فيمر الارتري وصله انفخ البالونه والساعات حط الستنت نص ساعه. فهمتوا الكلام يا شباب؟ ادي الخطه بتاعتك اللي انا عايزك تفهمها النهارده. ثلاث حبات ما استريحش ما عندكش امل ثاني قول له لا ده اكيوت كورونري سندروم يروح مش شغل انا كده لما في العينه بتاعت خلاص هخلينا في الحاله بتاعت استريح المريض. شكرا يا ابني الله يبارك فيك انا اتحسنت والحمد لله. هل اخد دواء ولا ما اخدش؟ قول له نعم. ايدك على الشمال بقى عندك الخطه الوصفه. يبقى الوصفه بتاعت ايه يا اولاد؟ البروفيلاكسيس. اكتب له ايه بقى؟ تقولوا انتوا بقى لا قبل ما انسى الثلاثه الكبار اسبرين 81 ملي جرام استاتين روزوفا ستاتين 10 ملي جرام حبه يوميا اي وقت انذار ما فيش مشكله. نمره 3 لزينوبريل 10 ملي جرام خلاص. وبعدين نمره 4 بيتا بلوكر صح ولا مش صح؟ انهي بيتا بلوكر؟ خلينا عائل خلينا في السيلكتر. طب ليبوفيليك ولا هيدروفيليك؟ لا هيدروفيليك. مين الهيدروفيليك اللي عندك اللي هو بيتا بلوكر؟ اتيني لو اتيني لو لانه انساكي حرف الاي اول واحد. جرعته كام؟ من 50 الى 100. 50 لمين؟ لكبير السن لان الكليه بتاعته تعبانه. و100 مين؟ للشباب. هذا الوصف بتاعك. حاجه روح يا حاج. وبعدين طبعا ما انساش يا اولاد الحاجات بقى بتاعت الصحه العامه. الوزن واللايف ستايل والدايت والسموكينج والاكسرسايز والزعل ومراتك طلقها خلص خلص المواضيع دي كلها. من هي السبب؟ هي العماله تقول له هات فلوس وعايزين نتسوى تصرف 1000 ريال في حسام وتيجي وطبعا الراجل مسكين فيحصل مشكله. ايه ار بي وشهد؟ ايه ار بي؟ ايه ار بي؟ انجيوتنسين ريسبتور بلوك زي ال زي الانجيوتنس كونفرتنج زي ما انجيوتنس ريسبتور بلوكر انتاجونست. يا رب خلاص يا اولاد؟ اوكي عرفت الخطه بتاعت الاستيبل؟ سهله؟ طيب نيجي الخطه الثانيه لم يسترح المريض يبقى عنده حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ اكيوت كورونري سندروم. ما هو الاكيوت كورونري سندروم؟ هو حاله اسكيميا لم تسترح في خلال ربع ساعه او ثلث ساعه. انا كطبيب وامانه وربنا يسالنا عليها لابد انقذ المريض حتى لو بسيارتي يا اولاد. والله كنا نعمل كده والله. افرض طبعا انت عارفين النظام في مصر خربان في الموضوع الاسعافات والحاجات دي. ساعه تيجي بعد ساعتين. فكنا ناخد المريض بنفسك لله ياخذ اكبر صدقه تعملها ان انا عارف انا الوحيد اللي عارف ايه اللي انا هخدمه الخدمه اللي عملها المريض. في سيارتي واجري على المستشفى اقرب مستشفى ادخله هات يا عم اكسجين هنعمل هنتكلم بقى الخطه بتاعتك. خلاص تقلب الصفحه الثانيه بقى اللي هي خطه الاكيوت كورونا سندروم واللي انا منزلها لكم في هي حقيقه هي مش ديبس كبير هي بس اوفر فيو اللي عندكم مش فيها ديتيلز اوفر فيو يعني بقول لك يستخدم كذا وتعمل له كذا بس كويسه تفكرك بحاجات. راح المريض المستشفى الامير سلطان هنعمل الاتي نمره 1 اكسجين نمره 2 مورفين. خلي بالكم احنا غيرنا في الخطه ديت عن الخطه تبع التقدم في الطب غيرنا الخطه القديمه ما كانش فيها المورفين لانه بعدين حطينا الانستيبل انجينا مع المايو كوردن فانكشن نون ستيبل. خلاص يا اولاد؟ طيب في الامير سلطان عمل له تحليل وعمل له اي سي جي نمره 1 الاي سي جي طلعت الاس دي سيجمنت عاديه او ديبريزد يبقى احنا ما زلنا في الانجينا ما دخلناش الانفاركشن او حتى انفاركشن بس ليس مش كومبليت دامج سب اندوكارديال بس. نمرة 2 حللوا التروبونين واضح يا اولاد؟ أيوة. لقيت التروبونين عاليه وعنده الاس تي سيجمنت مش الفيتد يبقى ده نان ستيمي نان ستيمي. لقيت الاس تي سيجمنت عاديه التروبونين عاديه يبقى ده اسمه ايه؟ ان ستيبل انجا وانتوا فاكرين الباثوجينيسيس بتاعها في بلاك صح؟ نعم. كبيره شويه وعلاماتها ايه؟ قبل كده المرض هيقول لك ايه؟ ممكن يجي لك على فكره اول مره كده بس لو في هيستوري مثلا ممكن يجي يقول لك يا دكتور انا كانت تجيني الاول ما ببذل مجهود بعدين دنتها تزيد شويه بشويه كنت الاول بطلع الدور الثالث وبعدين بطلع الثاني الاولاني ما بقدرش امشي من خارج البيت يبقى عمال يزداد في الايه يا اولاد في السيفيريتي كانت الاول بتجيني دقيقتين دلوقتي بتجيني خمس دقائق 10 دقائق وضع معايا الكلام هذا يبقى دي خصائص مين؟ الان ستيبل وبعدين زادت خلاص بقى ما جالك في الاتاك دي اللي هو اكيوت كورونري سندروم يبقى انا الصفحه الثانيه اولاد تشمل حاجتين ان ستيبل انجينا والنان ستيمي ما يكاد ان فاركشن نان اس تي سيجمنت هم واحد العلاج. ايه خلاصه العلاج؟ ما تديش ثرومبولايتيك عشان بس ما حدش يتوه
ما اعطيش يا اولاد السروم بوليتيك خطا. السروم بوليتيك لا يعطى الا مين للاس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارد انفاركشن. واضح الكلام؟ واضح. عشان ما انتهش. امال علاج كونزرفاتيف اساسه هو انت عندك ايه يا حبيبي؟ انا عندي بليتلت وعندي فايبرين. يبقى اساسه انت بليتلت وانت ثرومبوت وانت كواجولان. واضح يا اولاد؟ هو انت ثرومبوتك اللي هو الهيبرين يعني. هذا العلاج. بقيه العلاج علاج عادي خلاص بقى، ادى نيتريت وبيتا بلوكر واكسجين وامورفين والحاجات دي. فهمت الفكره يا اولاد بتاعت علاج المرضين دول؟ لو جزء من اكيد كورونا سندروم اسمه انستيبل انجينا والايه والنان ستيمي. ايه الفرق ما بينهم؟ في النان ستيمي زايد شويه، في الانجينا ما حصلش دامج للمايوكارديال ماس، هنا حصل دامج. ايه عرفت ازاي؟ بالتروبونين. يبقى انا ازود هنا النان ستيمي ازوده بس انت بليتلت كمان بس. لما هو العلاج اساسي عباره عن انت بليتلت وهيبرين. خد بقى بالانت بليتلت ممكن تحط واحد او اثنين تبع الحال. خد من الانتي كواجلانت ممكن واحد او اثنين هيبرين او اللو مولوكرويت هيبرين او انتي فاكتور 10 اكتف او انتي ثرومبين او كومبينيشن. ما فيش مشكله تبع الحاله اللي عندك وتبع السيفيرت بتاعك. فهمت الفكره بتاعت العلاج؟ طيب العلاج العرضي اللي هو البيتا بلوكر استخدمها؟ نعم. طب النيتريت؟ نعم. الكالسيوم الشانل حط ايدك على قلبك ما تستخدمهاش الا لما تبقى مضطر. ايه مضطر؟ المريض جاله اكيوت هارت فيلير. اكيوت هارت فيلير اكيوت معناها ممنوع بيتا بلوكر. ما انت قلت يا دكتور بيتا بلوكر بتستخدم في هارت. يا حبيبي دكتور الكرونيك كونجست هارت فيلير، لان ده اصلا هو انا هنكر ان البيتا بلوكر بتعمل بريديكارديا وديكريس في الكونتراكتيليتي وتدخل في اكيوت هارت فيلير؟ ما انكرش. يبقى اللي عنده مانيفستيشن يعني اكيوت هارت فيلير عنده ديشنيا وكرش نفس او يموت ما يدوش بيتا بلوكر. امال مضطر قد ايه؟ مين بقى؟ حاجه من الكالسيوم شانل بلوكر اللي هي بقى مش الفيرابامين الامل ده. ايوه على بتاعت البلاد فيس. بس الافكت واحد دكتور. بعدين نتكلم، خلي بس التسكاش، خلينا بس نكمل الخطه بعدين نناقش في التفاصيل. واضح الكلام يا اولاد؟ يبقى لا الجا. او واحد عنده مثلا ازمه برونكال ازمه، انا عارف البيتا بلوكر بس هل اعدي له بيتا بلوكر دلوقتي يا اولاد؟ لا، يبقى خسرتها، خسرت البيتا بلوكر. واضح الكلام؟ وبصوا في الخطه كده العلاج نمره واحد المستشفى، ما تنساش المستشفى دي، خليها درجه. لو تعالج واحد عنده اكيد كورونا سندروم في عيادتك اصلا حتى كمان خطر. نمرة اثنين اكسجين. واضح طبعا. نمرة ثلاثة مورفين. مين المورفين ده؟ مسكن عظيم. مسكن عظيم، أقوى مسكن ربنا خلقه في العالم. جاي من زهرة الخشخاش اللي هي اللي في أفغانستان. اللي بيجي منها الأفيون. جاي من الأفيون يعني. مسكن عظيم. ليه مسكن عظيم؟ ليه اديتني مسكن؟ لأن الألم عظيم. وطالما الألم عظيم يبقى أجيب مسكن. طيب، هل لها فايدة على القلب؟ نعم. المورفين يا أولاد بيعمل الآتي: فينو دايليتور، ارتيريو دايليت، وبيعمل براديكال. يبقى حلو ولا مش حلو؟ وشال الانكسايتي بتاعت لما طبعا انت العزبه اللي هي اللي عنده مرض القلب تبقى عنده رعب. صح ولا مش صح؟ انه هو هيموت وعنده مرعوب وعنده سمباثيك. طب السمباثيك خطر على مرض القلب جدا، ده هيموته، هو الخوف بتاعه هيموته. سمباثيك زياده تاكي كارديا، زياده في الكونتراكتيليتي، زياده في الاوكسجين، كارديا كارست اريزمي. صح ولا مش صح؟ فانت لما بتدي المورفين عملت انجاز، شلت الانكزايتي اللي انا بهدي الواحد. عارفين على البساطيل بقى اللي بياخدوا الافيون والحاجات دي تلاقيه اعصابه هاديه خالص وعمال يضحك كده وبص للناس كده بقول لك هم بيجروا ليه كده؟ ايه في ايه؟ عمال يروح ويجي ليه يا عم؟ يقعد يا عم خلاص؟ فطبعا هتاخدوها في سنه ثالثه ان شاء الله مورفين. فطبعا ده مهم، يسكن الالم، شال الالم، شال السمباسات. طبعا فازو دايليت ارتيريو فينس راديكال. فالمورفين هام جدا في حاله الاكيوت كورونري سيندروم. ادي نمره المورفين. نمره ثلاثه اربعه العلاج الرئيسي بقى نخش في الصلب. الصلب بتاعنا عايز انت بليتلت محترم، هو عايز انت كواجولانت محترم. الناس الوصول الابهات اسبرين وهيبرين. طب احيانا يقابلك مشكله يقول لك يا دكتور انا ما باخد الاسبرين بيجي لي حساسيه. يا دي المشكله. يا دكتور انا عندي ازمه وما باخد الاسبرين بيجي لي ازمه. وهتاخدوها ان شاء الله في الازمه. الاسبرين احيانا يعمل الازمه. حد شاطر عارف ليه الاسبرين يعمل ازمه؟ صح. لوك البروستاجلاندين الاركيدونيك اسيد بيطلع منه مادتين، بروستاجلاندين وليكوترين. لو وقفت سكه السكه الثانيه تزيد. وقفنا سكه البروستاجلاندين لازم سكه مين؟ ليكوترين. طب ليكوترين بيعمل ايه في الازمه بقى الاول؟ ده هو اساس الازمه. فبعض المرضى خلي بالكم معايا، مش كل المرضى، عشان ما حدش يفهم خطا ويقول ده الدكتور عطيه قال لنا الاسبرين ممنوع اللي عنده ازمه يفوقوا عنده روماتيزم وما ياخدش اسبرين. لا، 10% بس يتعبوا من اللي عندهم ازمه يتعبوا بالاسبرين 10%. فانا بسال المريض عندك ازمه؟ لما بتاخد الاسبرين بتتعب؟ اه بيجي لي الازمه خلاص.
ايه البديل عندي بديل كلوبود جريل؟ مين الكلوبود جريل؟ ادرينزين داي فوسفيت اكتيفيشن انهيبيشن انهيبيتور انهيبيت الادونيزين الريسبتور بتاع والاكتيفيشن بتاع البليتلت عن طريق الادونيزين. يبقى انا عندي سلاحين يا اولاد. الجرعه واحده. خدها نصيحه مني برضو، اول حبايه تديها للمريض اللي هو عنده انجينا ادي له حبايه 300 حبايه من الكبيره وخليه يمضخها. خليه يا اولاد يمضغ الحبايه عشان تبقى سريعه شويه، يمضخها بلحم. بعد كده ادي له ايه بقى؟ حبايه كل يوم من ابو 75 او من ابو 81 ما فيش اي مشكله، هذا الاسبرين. كلوبيدوجرين نفس الحكايه 300 بعدين 75 كل يوم، هذا خلصنا من الانتي بليتلت. وبعدين ادي له الهيبارين. انتوا خدتوا الانتي كواجولانت مع الدكتور احمد، الهيبارين جرعته كام يا شباب؟ اول جرعه من نص ل 5000 يونت بس، مش كده؟ 5000 ده انفيوجن بولس الاول، وبعدين ادي له انفيوجن تقريبا في الساعه حوالي 1000 او 1000 وشويه يونت في الساعه انفيوجن. طب كيف يتابعوا؟ كيف يتابع الاكشن بتاعه؟ زاد ولا قل؟ هي نار بليتلت ما شاء الله. انت مش خدتوا حالات في الانتي كواجولانت؟ كيف نتابع الافكت بتاع الهيبارين؟ فاكتور ماشي بس مش اكيوريت. ها؟ بارشل اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم. اي بي تي تي اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم. يا جدعان الحاجات دي مهمه اساسيه، لازم نفهم الكلام دوت. طيب هل انا جبت سيره ثرومبوليتك؟ ستريبتوكينيز ولا التابليز؟ لا. اوعى تغلط الغلطه لانه وجدوها بتزود المرتبك. لانه الاوبستراكشن عندنا مش كومبليت بارشل، في دم طالع. انت بس ادى انت كواجل عشان ما تكبرش، وادى انت بليتلت عشان ما تجيش يعني. والجهاز بتاعنا البلازمينوجين هتحول الى البلازمين بسبب وجود الفايبر ويخلص عليها في خلال يوم ولا حاجه، ما فيش مشكله ويعدي المرض ان شاء الله. واضح يا ولاد الكلام؟ طيب. وبعدين تدي حاجات بقى علاج الاعراض اللي هو النيتريت، اديها سبلينجوال ما نفعتش اديها انترافينس. انفيوجن حوالي 20 مايكرو بالدقيقه على طول انفيوجن. نمره ثلاثه ستاتنز بقى والانجيوتنس نفس العلاج. يبقى ايه اللي استجد يا اولاد او زاد على الستيبل انجينا؟ زودت حاجات كتير، زودت الاكسجين، زودت المستشفى، زودت الهيبارين، صح؟ زودت المورفين. لما الاستاتينز والهيبارين والاسبرين والانجيوتنس مكتوبه قبل كده معروفه خلاص. يخص الانستيبل انجينا والنون اس تي سيجمنت. طب انت ما فرقتش ما بين الاثنين، ما هو ده الجديد بقى بتاع السنه دي. ما فرقناش بس تبع حاله المريض. المريض لو عنده هاي ريسك ازود له كمان بليتلت ثاني، انت بليتلت ثاني اديت له واحد، ممكن احط له كمان الثاني كلوبيدوجرين اسبرين كلوبيدوجرين، ممكن كمان واحد ثالث اللي هو ابسكسيماب. مين الابسكسيماب؟ ده عباره عن جلايكوبروتين، يعني ما يتاخدش بالفم لانه بروتين، لازم يتاخد انجكشن. ده انتي بوديز. انتي بوديز لايه؟ للريسبتور بتاعت البليتلت اللي بتجمع في فايبرينوجين يا اولاد، بتجمع البليتلت مع بعضها. له ريسبتور، ريسبتور ده اسمه ايه؟ جلايكوبروتين 2 بي 3 اي. 2 بي 3 اي. اذا معنى كده 2 بي يعني في 1 بي، نعم. 1 بي ده اللي بيمسك في الفون في البراند فاكتور من الاول خالص مع الكولاجين. عارفين انتوا القصه دي؟ ايوه اوكي خلاص. نرجع تاني بقى، يبقى المريض بتاع اكيوت كورونر سندروم ممكن ياخد 3 انتي بليت. مين اللي ياخد 3 انتي بليت؟ اللي عمل ستين، انا خايف تعمل ريستنوزس تاني. نمره 2 اللي عنده هاي ريسك. مين اللي عنده هاي ريسك مكتوب عندكم اهو يا اولاد؟ نمره 1 عنده سكر، واحد عنده اريزميا، واحد عنده هارت فيليا، واحد الاي سي جي بتاعه دايناميك عمال لسه دي تطلع وتنزل تطلع وتنزل. ده اسمه هاي ريسك ومكتوب عندكم فين؟ اهم على الشمال. ها هاي ريسك بيش معاكم اللي بتاعي يا اولاد؟ ايوه اهم هاي ريسك بيشنت اللي هو اس تي تشينج في الاي سي جي. نمره 2 تشيست بين كان جاله اتاك من يوم او يومين وجات له ثاني معناها دي هاي ريسك هيموت. التروبينين بتاعه بوزيتيف يا معناها جاله ايه؟ نان اس تي سيجمنت صح؟ كان بياخد دواء بتاع انجينا 3 وما جابتش نتيجه معناها حالته متقدمه جدا او عنده السكر او عنده اريسك خلاص. ده اسمه هاي ريسك. ياخد كام واحد يا ولاد انت بتتلت؟ ياخد كم واحد؟ ثلاثة. لما المريض بتاع الانستيبل ياخد واحد او اثنين اسبرين مع جلوبيدوجرين. لكن لو هيركب دعامه ياخد كمان واحد. لو عنده تروبينين بوزيتيف يعني عنده نان ستيمي ياخد ايه؟ كمان واحد. رقم اربعة وش مكتوب؟ نعم رقم اربعة بس. اربعة الاسبرين زائد هيبرين. مش اربعة في العلاج؟ هنا اربعة هنا انتنسيف انت انجينا، انتنسيف انت انجينا. واضح يا اولاد؟ طيب المريض تعالج والحمد لله وتعافى، ما عملتلوش حاجه تقريبا. بس خلي بالكم بقى
دلوقتي ايه الموضه الحديثه يا اولاد في العلاج؟ احسن علاج للاكيوت كورونر سيندروم هو البي سي ار، التدخل احسن حاجه لانه المورتاليتي هنا اقل. خلي بالكم هناك انا قلت لك في الاستيبل انجينا العلاج يساوي التدخل، فخلينا بالعلاج لانه التدخل له خطوره برضه، ممكن يموت المريض من احد الكونتر السايد افيك بتاعه القسطره دي، يموت المريض سادن ديس او يجي له انفاركشن او يجي له ريستينوزس بعد كده بتاع تقفل تاني لانها فورم بودي، الستنت نفسها فورم بودي يا اولاد. عشان كده في منها ستنت عاديه وفي منها ستنت دراج عليها دراج سيروليمس يمنع البروليفريشن، في كم حاجه يعني مش عايزين ندخلكم في الديتيلز عشان انت سنه ثانيه يا دوبك تاخد الاوت يعني ايه اللاين بتاع العلاج بس. اما الوصفه بتاعته هو ماشي زي بتاع الاستيبل اللي هي على الشمال دي، سكندري بروفلاكس برضه هم الثلاثه الكبار، اسبرين انجيوتنسين ستاتين، ممكن ياخد بيتا بلوكر او ياخد معانا تريت او اكثر من كده، ما فيش مشكله. الكلسه مش هذا الاداء مغلول عنها شويه ليه؟ في بعض الاتهامات ليها بتزود المورتاليتي خاصه الاف دي بي. على اي حال لو مضطر تكتب بيتا بلوكر اكتب مجموعه الفارابامين او مجموعه الاملوتامين، خليك بعيد عن الايه؟ ده ينطبق هذا الكلام في كل الاكيوت كورونا سندروم. خلاص يا ولاد الصفحه الثانيه ماشي؟ واضح الكلام؟ حد عنده اي سؤال في الحته في الخطه دي؟ الاكيوت كورونا سندروم انا اخذت حاجتين دلوقتي، اخذت الان ستيبل مع مين؟ مع النان ستيمي. نيجي للستيمي بقى اللي هو خطير. لا خلصنا احنا في 11 من 11 تمام خلص 11 الحالات يعني خلاص نخلي الحالات مره ثانيه خلاص. نيجي بقى يا اولاد على اللي هو الاستيمي الاس تي سيجمنت اليفيشن ماي كاردال فار. انا عندي الاهداف بتاعته تقريبا زي الخطه القديمه، ثلاث اهداف اربع اهداف، الالم علاج الالم، نمره 2 ري باسكولاريزيشن انا اتدخل بقى، نمرة 3 علاج الكومبليكيشن، نمرة 4 سكندري بروفلاكس. سكندري بروفلاكس تقريبا زي اللي قبليه اللي هو نفس العلاج، الاستاتين والانجيوتنسين والاسبرين والحاجات العادية الثانية والاوميجا 3 والحاجات دي. أما نمرة أول حاجة للألم بدي مورفين صح؟ نعم. وأكسجين صح ولا مش صح؟ وأنا إنتريت انترافينس وبعدين أدي بيتا بلوكر، دي كلها رايحة القلب علق الالم صح ولا مش صح؟ وبعدين حاجه انت بلتت بقى اسبرين، زي ما انا قلت لك كده اي واحد مريض قلب يجي لك الخدمه اللي تعملها له نصيحه مني ادي له حبايه اسبرين كبيره يمضخ انت انقذته تقلل مرتبته 50%. اي واحد تشيست بين يا اولاد ادي له حبايه اسبرين يمضخها كده وابلعها حتى ما تسرب بعد كده تبدا تفكر تقول هي ستيبل ولا اكيوت كورونري ولا ادي له بقى الحبايه الثانيه بتاعت النيتريت يعني نبدا الكلام ده اقول له امضغ ديت وابلعها اسبرين 300 الجرعه الاولى لودنج دوز 300 اوكي. وبعدين بظبط له السكر يا اولاد لان السكر ارتفاعه المريض اصلا جاله سمباثيك صح من الخوف، وحتى لو كان بوردر لاين سكر السكر ارتفع، لو كان سكر السكر يزيد خالص، لو ما كانش سكر ممكن السكر يرتفع. لازم اظبط له السكر واخليه في الانتنسيف كنترول، هذا الايه اللي هو البين ريليف وحفظ عضله القلب. نيجي في الريفاسكولايزيشن بقى المهمه نمرة واحد، لو جالي المريض في خلال ساعتين زي ما اوروبا منظمه طيارات تجيب المريض ساعه تشيست بين تشيست بين طياره هليكوبتر تجيب المريض من فوق السطح كنا نشوفها كده تنزل طياره فوق السطح تاخد المريض وتوديه المستشفى في خلال نص ساعه ما فيش ما يزيدش عن نص ساعه كنت داخل العمليه ده تعمله بي سي ار واضح يا اولاد؟ اكتر من ساعتين لا ثرومبوليتيك خلاص البي سي ار فايدتها قل. ايه ثرومبوليتيك؟ والله انا عندي طريقين ستريبتوكينيز ده الرخيص والشعبي او الالتبليز اللي هو سبيسيفيك فايبرين بلازمينجن انهيبيتور ده هو الالتبليز والعلاج تنكتبليز والريتبليز والحاجات دي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ والله الستريبتوكينيز رخيص بس عيبه بياخد عايز ساعه ونص انفيوجن مليون ونص وحده انفيوجن ياخد ساعه ونص بطيء شوي عيبه انه انتي بوديز هيتكون له انتي بوديز فلو اخده مره ما ياخدوش المره الثانيه عشان كده بس انت دعم الحاج ده اول مره تيجي لك الحاله ديت ولا لا يا ابني جات لي قبل كده وخدت الحقنه خدت الحقنه خلاص يبقى انا ما اديلوش ستريبتوكوكس تاني او لو جاله التهاب قريب في خلال اسبوعين التهاب ستريبتوكوكس نفس الفكره يا اولاد لانه جاي منها ستريبتوكينيز يبقى عنده انتي بوديز يبقى مش هينفع بقى واضح معايا الكلام هذا الايه. طيب ايه العيب بتاع الستريبتوكينيز؟ يعمل حساسيه لازم يكون عنده امبول حساسيه وكورتيزون. نمرة 2 يعمل هايبوتنشن عشان كده الضغط المريض ضغطه اقل من 90 ما ادلوش ستريبتوكينيز خلاص واضح الكلام. بمناسبه الضغط 90 ده لو هو سيستوليك اللي عنده ضغطه اقل من 90 ما ياخدش بيتا بلوكر ولا ياخد نيتريت برضه
سافرها بس. بالمناسبة يعني، لأنه كله يعمل هايبوتنشن، هيدخلك المرض في شوك، فلازم تبقى إيه حكيم شوية. أوكي. دكتور معلش، فبرولايتك الحين هذه إذا زادت عن استخدم، إذا زادت الوقت عن ساعتين. عن ساعتين. قال المريض بعد ساعتين. أيوة. وبدأ أنا ما أنت أقول والله الساعة 7 وإحنا الساعة 10 دلوقتي ولا خلاص. أنت في الطوارئ في مستشفى الأمير سلطان مش هتعرف تديله، قال لازم سرومبوليتك، ما ينفعش البي سي آر. طيب. اديت الاسترومبوليتك نسبة نجاحها 50%. بي سي ار. طب وبعدين في الوقت ده اعمل ايه طيب؟ ادخل بي سي اي تاني اسمها سكندري بي سي ار او اسمها ريسكو انقاذ. واضح يا ولاد؟ يبقى البي سي اي هي العلاج الرئيسي للاستيمي. هي دلوقتي الموضة دلوقتي يا ولاد، كنا زمان هو الاسترومبوليتك، لا الاسترومبوليتك اصبحت انه 50% بس نسبة نجاحه. لكن انا لازم اعمل ايه؟ بي سي ار. وبعدين بعد ساعتين ادي سرومبوليتك، وسرومبوليتك بطريقين، اما طريق الستريبتوكينيز او الالت بليز. الالت بليز غالي جدا، الستريبتوكينيز رخيص بس له عيوب زي ما قلت لكم كده، الحساسيه والهايبوتنشن. واضح معي؟ نمره 2، ميزه الستريبتوكينيز لا ياخذ بعده هيبارين لانه لونج اكت، لكن الالت بليز والريتا بليز لابد ياخذ بعده ايه؟ هيبارين. لابد ياخذ بعده يا اولاد هيبارين. الافكت بتاعهم تقريبا واحد، ولو ان الميزه في الريو يعني فتح الشريان يعود الى الالتبليز والريتبليز احسن شويه في الفتح، لكن المورتاليتي واحد. مورتاليتي واحد. اوكي خلاص خلصنا من الثرومبوليتيك. بعد كده المرضى بقى اللي هم ركبوا دعامه لازم ياخد يبقى كم انتي بليتلت؟ 2 انتي بليتلت او 3 اللي هو الاسبرين ولا بيدجريل ولا بسكسيمات، ما احنا متفقين الخطه بتاعتنا. قد عملنا ريفاسكولاريزيشن للمريض، يبقى انا اول حاجه عملت شلت الالم وريحت عضله. نمره 2 فتحت الشريان، صح. نمره 3 عالج مضاعفات الانفراكشن. ايه مضاعفات الانفراكشن يا اولاد؟ نمره 1 اريزمي، صح. نمره 2 الهارت فيلير. نمره 3 بريكارديتس. نمره 4 ثرومبس، صح. عالج الكومبليكيشن، وانت هتاخدوها ان شاء الله في حصص اخرى ليس وقتها دي. وبعدين السكندري بروفلاكسس اللي هو اي واحد بقى يمشي يخرج من المستشفى بعد يومين 3-4 عملت له الدعامه ولا كده هيمشي على نفس الكلام، لايف ستايل، ستاتنز، البيتا بلوكرز، الانجيوتنسين، نفس الكلام. بس هنا زاد ايه يا اولاد؟ انتي ديبريسن. انا قلت لكم اول المحاضره المرضى القلب بيجيب اكتئاب، والاكتئاب بيجيب مرض القلب، فلازم ياخد انتي من اي نوع؟ ما تديلوش للتراي سايكل انتي ديبريسن لانها بتعمل لها ايكوبين، بتعمل تاكيكارديا. ادي له سيلكتيف، مكتوب عندك سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور، اقل ضرر على القلب. بدي له اوميجا 3، وانا قلت لكم الاوميجا 3 قيمتها في الانفاركشن، صح؟ بتمنع الري انفاركشن وبتمنع الوفيات باذن الله في مرضى الانفاركشن. اوميجا 3 هذا الايه الوصفه بتاعت المرض. طيب مكتوب فيها بقى كده موانع الاستخدام، مش اي مريض ياخد بسرومبوليتك، صح؟ في موانع، الموانع دي نوعين، فيها ابسوليوت وفيها ريليت. ابسوليوت كونتر انديكيشن يعني خلاص ما ياخدهاش، اضطر اعمل له دعامه حتى لو سكن، حتى لو مش فوقتها، ما قدامش غير كده. ما قداميش غير كده. مين اللي ممنوع عليه الاسترومبوليتك؟ نمره 1 يا ولد مكتوب عندكم احفظوها. جاله نزيف في المخ قبل كده. هو فكرتها ايه؟ اهم سايد افكت الاسترومبوليتك يا ولد؟ نزيف المخ. النزيف بسرعه بقى ولا زي ما فين؟ النزيف لما يكون من جهاز الهضم الحقه. نزيف في اي حته الحقه، لكن نزيف في المخ عمل له ايه؟ هيموت المريض. عشان كده لو جاله نزيف في المخ قبل كده ممنوع منعا باتا ياخد ثرومبوليتك. نمره 2 جاله جلطه في خلال الست اشهر اللي فاتت، جلطه ستروك. نمره 3 جاله تروما في المخ، يعني واحد مخبوط في حادثه او عنده ورم في المخ. واضح يا اولاد؟ اما تروما او ورم او اي انجري جوه المخ ممنوع. ليه؟ لانه هينزل. واضح الكلام يا اولاد؟ نمره المفروض كلها انتوا خدتوها قبل كده، احنا بنجمع. نمرة 5 جاله عنده هيموفيليا، عنده بليدنج ديزور. خدت البليدنج ديزور ده ولا لسه؟ واحد عنده هيموفيليا اديله ثرومبوليتك؟ لا ما ينفعش. اي مرض في سيوله في الدم، عنده سيوله في الدم. نمرة 6 عنده اورتيك دايسكشن. عارفين انت اورتيك دايسكشن؟ الجدار بتاع الشريان مقسوم. طبعا ده هينزل يحصل لي مشكله. ادي يا اولاد الكونتر اندكيشن، الابسوليت كونتر اندكيشن. خلاص؟ طب نيجي للريليتيف بقى كونتر اندكيشن، يعني ممكن ندي ولا ما نديش. على سبيل المثال واحد ضغطه عالي جدا، ضغطه 200 على 120. كنا زمان نقول لها ابسوليوت، هي مش ابسوليوت. ياخد سيطر على الضغط واديله الثرومبوليت، صح؟ اديله نيتريت انترافينس انفيوجن هتقلل الضغط، اديله بيتا بلوكر هتقلل الضغط، وبعدين اديله الثرومبوليت. اذا اصبحت ريليتيف ولا ابسوليوت يا اولاد؟ ريليتيف. هذا الكلام بقى الجديد. نمره 2 واحده حامل ريليتيف.
واحد عنده اكتف بيبتيك ألسر ريلاتيف ليست ابسوليوت. واضح معايا الكلام؟ واحد عنده زي ما مكتوب عندكم جاله اسكيمي ترانزيت اسكيميك اتاكس اللي هي اول حاجه ترانزيت اسكيميك اتاكس تاخدوها ان شاء الله في السي ان اس انه ثرومباي بسيطه كده في الـ في الـ في البريفيوس 6 مانس دي اسمها ريلاتيف. واحد ماشي على وارفارين بياخد وارفارين ريلاتيف مش ابسوليوت ريلاتيف. واضح معايا؟ واحده بعد الولاده او حامل ريلاتيف. ليش؟ واحد عنده اندوكاردايتس تعتبر ريلاتيف وليس ابسوليوت. الحامل مش علاقه. نعم الحامل عشان الجنين عشان ما يحصلش نزيف في الجنين فتعتبر ريلاتيف وليس ابسوليوت. خلاص يا اولاد هذا خطه العلاج. اقول نعم اربعه ليفر سيروسس اللي عنده تعتبر ريلاتيف وليس ابسوليوت. ليه الليفر سيروسس يا احمد؟ علشان الليفر بيطلع الفيبرينوجين. فما يكون مريض عنده ليفر سيروسس ما بيطلعش الفيبرينوجين عنده سيوله في الدم. صح. فدي تعتبر ريلاتيف مش ابسوليوت اقدر اتحكم فيها. طبعا يا اولاد ارجع اقول تاني الخطه بتاعتي تتقسم الى جزئين. جزء يتعالج في العياده اللي هي ستيبل انجين بالنيتروجليسرين واكتب له الوصفه اللي انتوا عارفينها الثلاثه الكبار والسيمتومات والعلاج الجنرال علاج الضغط والسبب وعلاج الاريزميا وعلاج الانيميا والكلام اللي هي البريسبتيتنج فاكتور هذا الاستيبل انجين. او بعدين ما استجبش المريض بعد ثلاث حبات اوديه المستشفى. يروح المستشفى بقسمه جزئين. جزء عنده ستيمي اس تي سيجمنت اللي هو كومبليت يعني معناها الوول بتاع الليفت فنتجرامات باص فعنده اس تي سيجمنت الليفيشن ده لازم ياخد اما دعامه او ثرومبوليت. النون ستيمي مع الانستيبل انجينا اللي هو انكمبليت اوبستراكشن ده بعالجه بالانتي بليتلت والهيبارين او واحد او اثنين او بدائل حتى الهيبارين يعني مثلا حاجات اقل شويه في النزيف زي مثلا انتي فاكتور 10 اكتف. واضح يا اولاد؟ او انتي ثرومبوتيك بفالوريدين وما الى ذلك. هذا الخطه بتاعتنا اما العلاج الثانوي اللي هو هات بروشيتا ما يروح واحد تقريبا اللي هو الثلاثه الكبار برضه وشويه سيمتومات بس. حد عنده يا اولاد اي استفسار؟ ارجو ان شاء الله تروحوا تقروا الخطه في البيت كده وتمخمخوا فيها وبعدين نيجي ان شاء الله نشوف الحالات. هتلاقوا الحالات سهله جدا وكلام تطبيق على نفس اللي احنا قلنا. نعم. الانستيبل مع الانستيبل ما يركب له ما انا قلت اهو العلاج المفضل لعلاج الاكيوت كورونا سندروم هو بي سي اي. ما معنى بي سي اي؟ ميركيوتينيوس كورونري انترفنشن يعني ستنت ده العلاج المفضل. بس احيانا ما يكونش عندك امكانيات احيانا انت في منطقه بعيده. واضح معايا؟ فتضطر تعمل الحاجات الانتي بليتلت والانتي ثرومبوليتيك. واضح يا اولاد الكلام؟ ثرومبوليتيك انترا كورونري انجكشن. لا الثرومبوليتيك عادي سيستميك عادي انترافينس. ثرومبوليتيك هو انترافينس عشان كده لها ايه؟ سيستميك سايد افكت عشان كده بتعمل نزيف في المخ. لا ما تعطى انت في حاجات كده يعني في حاجات دلوقتي حديثه تعمل الاستنت وبتدي انترا كورونري بس طبعا مش هي اللي فيك. خلاص يا اولاد ان شاء الله بقى شوفوا لنا بقى كده ساعه نحتاج ساعه بعد كده علشان نعمل ايه نشوف الحالات كده لو حالات سهله انتوا هتجاوبوها هتلاقوا سهله ان شاء الله. ماشي يا احمد؟ ماشي. يلا خد الاتندنس. بص يا اولاد في الملف اللي عندكم ده ما تقراوش بقى الكلام اللي عايز يقرا يعني يستزيد يستزيد هو نفس الكلام بتاع الخطه نفس الكلام بتاع الخطه اكيد كورونا سندروم بتعمل ايه وتدي ايه نفس الكلام اهوت وبعدين هتخش على الحالات على طول بعد ان شاء الله. لا انا فاهم. لا انا فاهم. لا انا فاهم.